صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا فال جديد ليكم، إن شاء الله يكون فال خير، إن شاء الله يكون فال إيجابي، وغادي يكون عبر الاختيار ديالكم من رقم 1 إلى 3. فاللي بغات تختار بالأرقام تختار، واللي بغات تختار بأول حرف من الاسم ديالها تختار. فنبداو بالبنات اللي اختاروا رقم 1، او اللي كتبدا الاسماء ديالهم بحرف الالف، الهاء، طاء، ميم، فاء، ذال، حاء، شين، ودال. وفالكم فال خير، وفالكم فال ايجابي. هذا قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله، قلبك تخمام كي آتيك الله. قلبك على الرجل السمر، ممكن تكون انت حاملة هم أو خايفة من رجل السمر، يكون حبيب، زوج، أخ، أب، أو رئيس ديال العمل ديالك، أو شخص كتعاملي معاه. فغادي تكوني هاد الأيام الجاية خايفة أو حاملة هم ديال هاد السيد هذا. غادي تكوني كتفكري في الأيام الجاية، كاين فيكم اللي غادي تفكر في الذهاب إلى طبيب، وكاين اللي عندها أشياء مع محامي أو رجل إداري، وكاين اللي كتفكر أنها تمشي عند شيخ أو فقيه. وهنا يأتيك الله بمبلغ مالي بالعدد 2، يعني ممكن يجيك مبلغ مالي فيه 2 أو 20 200 2000، 2 المليون، 200 مليون، كيعجبوني الأرقام الكبيرة. فإن شاء الله يجي لكل وحدة مبلغ مالي اللي هي محتاجة ليه أو اللي هي كتنتظره. هاد السيد اللي غادي تكوني في الايام الجايه كتفكري فيه وحامله الهم ديالو، فغادي يكون يمكن يتعرض للخيانه او الغدر، وخيانه او غدر بخصوص حاجه ماديه كبيره، او ممكن انت هاد السيد هذا يحصل لك معه غدر بخصوص شيء مادي كبير. كنشوف داخلين عندكم ضيوف العتبة، واللي هي مثلا كتنتظر المجيء ديال الأبناء ديالها أو أحد الأبناء ديالها من بلد بعيد أو مدينة بعيدة، فالمجيء ديالو غادي يكون. وكاين اللي كتنتظر الحصول على الأطفال ديالها، إذا كان عندك مشكل مع الزوج ديالك وكنتي كتنتظري واش يرجعوا لك الأطفال أو لا، فالأطفال ديالك راهم راجعين. فكنشوف من ناحية ديال الحظ ديالك، كتفكري في حاجات كبيرة، كتفكري في مناسبات، كتفكري في حفلات أو عزومات، فغادي تكوني محظوظة من هاد الناحية هادي ديال تحضير حفلة أو ذهاب إلى حفلة أو عزومة، غادي تكوني محظوظة كثيرا. غادي يكون عندك حظوظ كثيرة مع البنت أو المرأة البيضاء من الناحية المادية. وكنشوف هنا اللي كتسأل على واش مازال عندها سحر وعندها الحبيب أو الزوج حنطي، فالسحر خارج، يعني السحر ما بقاش، أو سحر التفريق اللي كانوا دايرين لكم راه ما كاينش، كنشوفه خارج. كنشوف العتبة غادي يكونوا عندك اتصالات هاتفية، يعني هاد الثلاث أيام الجاية غادي يكونوا عندك اتصالات هاتفية كثيرة، كأن الناس باغيين يزوروك أو عندك شي حاجة في الدار باغيين يجيو عندك، يعني شي حاجة عندكم في الدار اللي غادي تخلي الناس غادي يتصلوا بك ويحاولوا أنهم يقولوا لك أو يرتبوا معك موعد للزيارة. فعندك زيارات كثيرة وعندك مكالمات هاتفية غادي تجيك بخصوص هاد الزيارات هادو. كنشوف كذلك اللي كتسأل على حياتها العاطفية، فكنشوف بالنسبة للحياة العاطفية أو الحياة الزوجية، إلى عندكم حاجة خاصة بأوراق، ف
فمثلا اللي هي واقفه على الطلاق، فكنشوف هذا الاسبوع هذا ما كاينش طلاق، لن يتم الطلاق، وبالعكس اللي هي واقفه على الطلاق غادي يكون عندك رجوع. وكذلك فيكم كاينه اللي كتسنى عقد القران ديالها وكان متاخر، فاللي هضرات مع الحبيب ديالها بخصوص خطوبه او بخصوص الزواج وكان متاجل، فهاد الاسبوع هذا راه مفتوح لكم الخطوبه ومفتوحه الزواج. فكنشوف خصوصا بالنسبه اللي عندها الحنطي او اللي عندها الابيض الناحف، فانتوما اللي عندكم رجوع وعندكم كذلك حتى خطبه او زواج، انتما الاغلبيه فيكم. وكنشوف اللي كتسال على الابيض بخصوص الرجوع او المصالحه، فكذلك كاين رجوع وكاين مصالحه. وكنشوف هذا الابيض هذا واخا رد بالظهر على العتبه، فهو راه كيفكر فيك وكيفكر في العتبه. وبالنسبه للاسمر، فقلنا هذا الاسمر غادي تكون عندك معاه يا اما غادي يكون اناني وغادي ياخذ فلوسك او ياخذ شي حاجه اللي هي مهمه بالنسبه لك اللي هي ماديه. كنشوف كذلك هذا الاسمر هذا غادي يكون مهتم بالاهل ديالو، غادي يكون عاطيهم وقت كثير. اللي كتسال وكتقول واش هاد الاسمر كيفكر في الزواج، فالاسمر كيفكر، ما كنقولكش كاين زواج وانما كيفكر في الزواج. والاهل ديالو كيعرضوا عليه مرأة او بنت اخرى من غيرك، فهو حاير، غادي يكون حاير ومتردد واش ياخذك انت او ياخذ البنت اللي العائلة ديالو مقترحها عليه. اللي كتسأل بخصوص العمل، فكنشوف العمل المشكل اللي كان عندك، فحتى المشكل راهو خارج. اللي كان عندها مؤخرا مشاكل في العمل او في الإدارة او في المحكمة، فالمشاكل هذه غادي تزول. وكنشوف عندك سفر بخصوص العمل او بخصوص حاجة إدارية غادي تنقلي، وهذا السفر او هذا التنقل اللي غادي ديريه بخصوص اما عمل واما حاجة خاصة بإدارة غادي يكون ملزم عليك أنك تسافري، راه فيها حاجات إيجابية. هذا ما قال الفال ديالكم، فقلنا غادي تكوني محظوظة بالنسبة للعزومات، الحفلات أو تحضير حفلة أو مناسبة، فغادي تكوني محظوظة وغادي تكون متسهلة لك الأمور فيما يخص الحفلات والعزومات. ومثلا شي حد مثلا يقول لك نتلاقاو او في اللقاءات، فغادي يكون عندك حظوظ من هذه الناحيه. هذه غادي يكون حظوظ عندك مع البنت او السيده البيضاء بخصوص حاجه ماديه. وقلنا بالنسبه اللي عندها الحنطي، فالسحر اللي كان عندك سواء كنتي هذا زوج حنطي او حبيب وكان عندكم سحر تفريق او سحر كيفما كان، حتى يكون عندك انت السحر، فالسحر خارج. كنشوف بالنسبه اللي عندها الحنطي كذلك او الابيض الناحف، فعندك عروض للزواج او الخطوبه. وبالنسبه اللي كتسال على الابيض، فالابيض كنشوف كاين رجوع، كاين مصالحه، كيفكر يعني واخا ما تكونش في هاد الايام المقبله، فراه كيفكر ومازال غادي يرجع لك هاد البيض هذا. واللي هي ما مخصماش مع البيض او ما عندهاش فراق مع هاد البيض هذا، فكنشوفوا هاد الايام هذه غادي يكون رد عليك بالظهر، وكيهتم بالام ديالو او كيهتم بسيده كبيره في السن. بالنسبه للاسمر، فقلنا هاد الاسمر كيف ما كان، فانتبهي لان غادي يكون عندك غدر من هاد الاسمر هذا، او غادي يكون اناني، او غادي ياخذ لك حاجه اللي هي ثمينه، او غادي ياخذ لك مبلغ مالي، او انت هاد الايام الجايه غادي تحملي هم ديال هاد الشخص الاسمر اللي غادي تكون عنده سرقه او خسران مادي، وغادي تحملي معاه هاد الهم هذا. وقلنا بالنسبه للحياه العاطفيه او الحياه الزوجيه، عندكم اوراق، الاوراق اللي كانت معكسه بينك وبين الزوج او بينك وبين الحبيب، فراه غادي تحل هذا المشكل ديال هذه الاوراق. واللي هي واقفه على الطلاق وخايفه وكتقول واش غادي يتم الطلاق ولا لا، فالطلاق لن يتم. فهذا كان الفال ديالك، وكنقول راه غادي يكونوا عندكم
ضيوف كتار يعني باغيين يدخلوا للدار، ممكن عندكم حاجة في الدار اللي غادي تخلي الناس يتصلوا بكم ويحددوا موعد للزيارة، يعني عندكم اتصالات كثيرة بخصوص الزيارة. هذا اللي قال الفال ديالكم، وقلنا بأن العمل المشاكل اللي كانت عندك في العمل راها خارجة، وكاين اللي عنده سفر خاص بالعمل أو خاص بإدارة. وبالنسبة للمغتربات فعندكم عمل ممتاز، اللي ما عندهاش عمل غادي تحصل على عمل، وغادي يكون عمل ممتاز ممتاز جدا. وكذلك انت المغتربة اللي ديجا عندك عمل فغادي تكون عندك ترقية او اموال زايدة بخصوص الشغل ديالك. فكان هذا الفال الاول، ونشوفوا الفال الثاني. فغادي يكون هذا الفال بالنسبة للبنات اللي اختاروا رقم جوج، او بالنسبة للبنات اللي اختاروا بالاحرف او الحرف من الاسم ديالك، باء واو ياء نون صاد تاء ضاد لام وعين. ان شاء الله فالكم فال خير، ان شاء الله فالكم فال ايجابي. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك على المرأة السمراء، وكتفكري هنا في مجمع، او كاين اللي كتفكر في الرجوع ممكن ديال شخص او حاجة مادية. وشي شوي هاد الخمسة ايام غادي تكونوا مغيرات، او عليكم ثقل، او غادي تكونوا مهمومات ومضيومات، و النفسية ديالكم شوية نازلة. فالمرأة اللي قلبكم عليها او البنت اللي قلبكم عليها وحاملين الهم ديالها، ممكن تكون اخت، ممكن تكون الابنة ديالكم هادي، او الصديقة ديالكم، فانتم اللي حاملين الهم ديال هاد السيدة هادي اللي هي سمراء، ما تخافوش عليها، لان الا كانت مريضة عندها تشافي، ولا كنتو كتسناو الزواج ديالها فالزواج ديالها محقق، وزواجها غادي يكون ناجح. وحتى الا كانت مريضه فعندها تشافي سريع. كنشوف كذلك اللي عندها فيكم هذا الحبيب او الزوج ديالها، فعندكم معاه حاجه ساره، حاجه ايجابيه، وهذا الابيض هذا راه كيبغيك، سواء كان حبيب او كان زوج، الحب كاين، باغي يقول لك هضره وكلام، والهضره والكلام اللي غادي يقول لك فيها حاجه ايجابيه وحاجه جديده. هذا الابيض هذا اللي كان اجنبي او هو في البلاد البعيده، فراه المجيء ديالو لعندك للعتبه قريب جدا. واللي كتسال هذا الابيض واش كيفكر في الزواج، فهو كيفكر في الزواج، وممكن يكون هضر الاهل ديالو عليك. بالنسبه للحظوظ من الناحيه الماديه او من ناحيه العمل غادي تكون شويه ضعيفه، الناحيه الماديه قلنا او العمل او كل ما يخص الادارات، فعندكم شويه بلوك، عندكم شويه عراقيل. اما بالنسبه للحياه العاطفيه فالامور جيده، عندكم تغييرات الى الاحسن، ولكن اللي تبعكم العين والحسد، متبوعين على الحظوظ ديالكم العاطفيه هاد الايام. والغيار اللي قلنا عندكم او الهموم اللي غادي تحسوها في خلال هاد الثلاث ايام الجايه غادي تخرج، يعني ما غاديش تدوم مدة طويلة، فثلاث أيام والهم اللي عندكم والضغط اللي عندكم خارج. حتى اللي هضر لها الحبيب ديالها أو الزوج ديالها على الفراق أو الطلاق، فلن يتم هذا الطلاق ولا هذا الفراق. هذا ثلاث أيام غادي يبقى شوية ديال الضغوطات، ولكن من بعد غادي يزول. وبالنسبة اللي عندها الاسمر، فالاسمر راه عندك رجوع معاه، هذا الاسمر هذا غادي يهضر معاك في التليفون، الا انت كنتي كتسني منه مكالمه هاتفيه فراه مازال غادي يهضر معاك، بينك وبينه فلوس او بينك وبينه هديه. فالاسمر واخا يكون بالتفكير ديالو مع الاهل ديالو مع الاصدقاء ديالو، يعني كيكون زهواني هاد الايام، كيبغي يكون اكثر مع الاصدقاء ديالو، ولكن هو راه مازال في الحظ ديالك، مازال غادي يهضر معاك، الرجوع مازال، المصالحه مازال، هاد الثلاث ايام غادي تكون فيها مصالحه ورجوع. وهاد الاسمر راه معاك، عندك معاه الاستمراريه. وبالنسبه للحنطي فالحنطي واخا يكون رد عليك بالظهر،
فهذا ماشي الخطر، لان داخل بيناتكم سحر اللي هي مزوجه بالحنطي. فهاد الايام كنشوف داخل بيناتكم سحر التفريق. هاد الحنطي هذا واخا يكون كيدخل العتبه، فما غاديش يكون عندك معاه هضره وكلام، يعني غادي يكون زعفان، غادي يكون غضبان منك. وكنقول البنات اللي مديه الاسماء ديالهم بهاد الحروف او اللي اختاروا رقم 2 وانتوما باغيين ترجعوا للاهل ديالكم او كتنتظروا سفر او باغيين سفر، فراه عندكم هاد السفر البعيد اللي هي مغتربه وناويه ترجع للعتبه ديالها، فراه غادي يكون الرجوع واللي هي في الدار ديالها او في العتبه ديالها وناويه على السفر. فالسفر غادي يكون عندك، ولكن ما تكونيش متسرعه، يعني تمهلي، فما تعجليش بالسفر. السفر غادي يكون، ولكني خدي وقتك حتى ان هذا السفر يكون ناجح. فهذا ما قال الفال ديالكم، فنعاودوه. فقلنا من الناحيه العاطفيه عندكم حظوظ كثيره وتغيرت الى الاحسن، ولكني تبعكم العين والحسد على الحظوظ العاطفيه اللي عندكم، اللي هضر لها الخطيب ديالها او الحبيب او الزوج على الفراق والطلاق لن يتم، يعني غادي يبقى شويه واحد الغيار مده ديال 3 ايام، ولكني غادي يتحل هذا المشكل هذا. وقلنا بالنسبه للحظوظ من الناحيه الماديه والعمليه عندكم شويه بلوكات، عندكم عكوسات. وبالنسبه اللي هي مغتربه وكتفكر في السفر، فالسفر ديالك غادي يكون وقريب جدا، يعني في خلال هاد 3 ايام او يعني هاد الاسبوع غادي يكون عندك السفر. واللي هي في البلد ديالها وناويه انها تسافر، فترياسي، ما تكونيش متسرعه، السفر غادي يكون، ولكن خدي وقتك في هاد السفر هذا. فقلنا اللي حامله الهم ديال البنت اللي هي سمراء او السيده اللي هي سمراء، فالامور ديالها غادي تكون جيده. الا كانت مريضه فعندها تشافي، والا كنتو خايفين عليها في الدراسه ديالها فعندها نجاح، وكذلك الا كنتو خايفين عليها بخصوص الزواج فراه غادي يكون عندها زواج وقريبا جدا. وقلنا اللي عندها الحنطي، فالحنطي سواء كان حبيب او زوج هاد الايام هاد 3 ايام غادي يكون رد عليك بالظهر، يعني ما غاديش يعطيك وقت، راه داخل بيناتكم سحر او داخل بيناتكم حاجه اللي هي خلافات او مناقشات او مشادات كلاميه بينك وبين هاد الحنطي هذا. وبالنسبه للاسمر، فالاسمر راه غادي تكون عندك معاه مكالمات هاتفيه، بينك وبينه هديه او فلوس. الاستمراريه مع الاسمر كاينه، واللي هي مخصمه مع الاسمر او كتقول واش كاين رجوع ومصالحه، راه عندك رجوع ومصالحه مع هذا الاسمر. ولكني كنشوفوا هذه الايام راهو زواني، غادي يكون كيمشي كي عنده خروجات مع الاصدقاء ديالو، مع الاصحاب ديالو، كيهتم بالخروجات اكثر. بالنسبه للابيض، فقلنا الابيض الحب، راهو كاين الحب، وهذا الابيض هذا غادي يقول لك هضره وكلام اللي غادي تعجبك. واللي كان هذا الابيض كتسناي الرد ديال الاهل ديالو، فراه غادي يكونوا موافقين على الزواج. وهذا الابيض هذا راه هضر للاهل ديالو عليك، وراه باغي الزواج ونيته صافيه. واللي كان هذا الزوج ديالها راه كيبغيك، وراه غادي يدخل للعتبه بحاجه كبيره او حاجه ثمينه. واللي عند هذا الابيض اجنبي او هو في الغربه وكتنتظري المجيء ديالو، فالسفر ديالو قريب والمجيء ديالو لعندك راه هو قريب جدا. فهذا ما قال الفال ديالك. واللي كانت فيكم شكه بان الابيض عنده طرف ثالث، ف كنشوف انه واخا يكون هذا الطرف الثالث راه ما بقاش معها او انفصل على هذا الطرف الثالث، فكنشوف هاد الايام ما عندوش علاقه مع امراه اخرى. هذا ما قال الفال ديالكم، ونشوفوا الفال ديال البنات اللي اختاروا رقم 3. فغادي يكون هذا الفال ديالكم يا البنات اللي اختاريتو الفال رقم 3، او البنات اللي كتبدا الاسماء ديالهم بحرف الجيم، الزاي، الكاف، الراء، السين، القاف، الخاء، الثاء، الضاء، والغين. وان شاء الله فالكم فالخير، وان شاء الله فالكم فالايجابي.
هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك مغير مزيره، ما عاجبكش الحال، مهمومه، مليتي هنا الروتين، بغيتي تجديد في حياتك. هنا كتفكري في الرجل الابيض، وكاين اللي كتفكر في الرجل الاسمر، وكاين اللي شغلها الشاغل هو الفلوس او الناحيه الماديه، وكاين اللي كتفكر في الطلاق، هي باغا طلاق. هنا غادي يكون عندك مكالمه هاتفيه، خبر بخصوص عتبه، بخصوص دار، او بخصوص ارض او ملك، هو عقار غادي يجيك عليه اتصال هاتفي. فممكن تكوني كتنتظري شراء بيت او بيت للايجار، او باغا تشري ارض، اي شيء خاص، او تسجيل او تحفيظ ديال دار او ارض، فراه غادي يجيك اتصال هاتفي بهذا الخصوص هذا. كنشوف غادي تكونوا مغيرات كل وحده، علاش غادي تكون مغيره هاد الايام هادي؟ فكاين اللي غادي تكون مغيره بخصوص اوراق، وكاين اللي غادي تكون مغيره بخصوص حاجه ماديه، ممكن فلوس او حاجه ماديه اللي هي ثمينه، غادي تكوني مغيره بهاد الخصوص هذا. كنشوف حياتكم العاطفيه هاد الايام هادي متوسطه، وكنشوف مرأة كبيرة في السن غادي تساعدكم من الناحية المادية. إذا كتسألوا على السحر فالسحر راهو خارج، كنشوف ما كاينش عندكم سحر، سحر خارج. الحياة العاطفية متوسطة. بالنسبة اللي كتقلب على عمل أو على شغل، فراه غادي يكون عندك إمضاء على عقد عمل، واللي هي ديجا عندها عمل أو هي موظفة، فعندك إمضاء عقود خاصة بالعمل، غادي تكوني محظوظة من ناحية ديال العمل، عندك أخبار خاصة بالعمل أو بمحكمة أو بإدارة أو بالدراسة، غادي تظهري عليها، غادي تكوني سعيدة على هذا الخبر الخاص بالإدارة، مؤسسة تعليمية، إدارية، محكمة أو بخصوص العمل. عندك تغييرات في العتبة أو إصلاحات في العتبة أو تغيير عتبة، أو غادي يكون عندك مجمع في العتبة ديالك، يعني داخلين لك الناس للعتبة وغادي تكون لمة في العتبة. بالنسبة اللي كيسألوا على الرجل الحنطي، فكنشوف أنا هذا الرجل الحنطي عنده هاد الأيام مرأة أخرى في حياته، كيهضر مع مرأة، ماشي غير مرأة، كيهضر مع مرأة وجوج، يعني عنده اتصالات بالنساء كثيرة جدا. هو كيفكر، كيفكر أنه يدير معك حياة زوجية، كيفكر أنه يرتبط بك، ولكني مازال ما قررش أو مازال ما خداش القرار النهائي. فهاد الحنطي كنشوفه مازال يعني باغي حياة ديال الخروج، مازال باغي يهضر مع البنات مازال، ولكني مرة كيفكر في الزواج. إذا كتنتظري منه مكالمة هاتفية فمازال غادي يهضر معك، اهتمي به حتى إذا كان هذا الزوج ديالك، فالاهتمام ديالك هاد الأيام الجاية غادي يكون ناقص، فغادي يكون الزوج ديالك كيفكر في مرأة أخرى أو في مرأة أخرى، وغادي تشوفيه كيهضر حتى في الجوال ديالو مع البنات، يعني غادي يكون مشغول مع البنات في الاتصالات الهاتفية. هو كيبغيك ولكني انتي ما عطياهش وقت. بالنسبة للأبيض، فالأبيض كنشوفو كيشوف لك الزهرك، عندك معاه حظوظ، بغي يقول لك هضرة وكلام هاد الأبيض هذا. اللي كتنتظر حمل مع الأبيض، راه غادي يكون عندك حمل معاه، عندك لقاءات، عندك خروجات، عندك حاجات اللي هي إيجابية مع هاد الأبيض هذا. وبالنسبة للأسمر، فالأسمر إلا كنتي كتسألي على الحب، فالحب كاين، ولكني غادي يكون شوية أناني وغدار، فغادي يبغي راسو أكثر من اللزوم، ولكني الحب راهو كاين. واللي كتنتظر الحبيب ديالها هذا اللي هو أسمر أجنبي أو في البلاد البعيدة،
فراه غادي يكون تواصل بينك وبينه، وحتى الا كان هذا مسافر وكتنتظري المجيء ديالو، راه المجيء ديالو كاين، داز عليكم سحر انت وهذا الاسمر. الا كان هذا الزوج ديالك راه كانوا دايرين لكم سحر تفريق، وكان بيناتكم غيار، وكان بيناتكم هم وغم، ولكن مازال حتى غادي يخرج هذا السحر هذا. فكان هذا الفال ديالكم الفال الثالث. فقلنا بالنسبة للعمل، المؤسسة التعليمية إدارية محكمة، غادي يكون عندكم حظوظ بهذا الشأن، واللي هي كتقلب على وظيفة أو على عمل فراه غادي يكون عندك عقد عمل، وانت اللي ديجا عندك عمل فغادي يكون عندك إمضاء عقود خاصة بالعمل. عندك كذلك أخبار غادي تظهري عليها أو غادي تفرحي عليها بخصوص سواء كنتي طالبة أو أخبار كتسنيه عن طريق محكمة، فغادي يكون الخبر إيجابي والصالح ديالك، وكتنتظري حاجة في العمل ديالك، خبر في العمل ديالك، أو حطيتي مثلا درتي طلب في العمل ديالك وكتنتظري الجواب عليه، فغادي يكون بشكل إيجابي. العتبة غادي يكون عندكم إصلاحات في العتبة أو تغييرات في العتبة، او شراء شيء جديد او اثاث غادي يدخل العتبه، او ممكن تغيروا العتبه ديالكم الى عتبه اخرى، او شراء بيت جديد، وممكن يكون عندكم لمه في العتبه، يعني غادي يكون عندكم جمع عائلي في العتبه. قلنا غادي تكونوا شويه مغيرين او مهمومين، كاين البعض فيكم اللي غادي تكون مهمومه بخصوص اوراق، وكاين اللي بخصوص حاجه ثمينه، وكاين اللي غادي تكون مهمومه خاص بالاموال. وكنقول لكم اللي عندها الحنطي، فالحنطي راه هاد الايام غادي يكون مع بنات زهواني، ماشي غير مع وحده، مع وحده جوج ثلاثه فما فوق. هو كيبغيك الا كان هذا الحبيب ديالك وباغي الزواج، ولكن انت شويه ما عطياهش أهمية، أو ما كتعرفيش تتعاملي معاه، فكيكون متردد في طلب الزواج أو الخطبة ديالك. إذا كان هذا الزوج ديالك فاهتمي بهذا الحنطي هذا، انتيا اللي عندك هذا الحنطي راكي غفلة عليه وما مهتماش به، فغادي تلقايه انه في الجوال مع الصديقات ديالو او مع الحبيبات ديالو او العاشقات ديالو، كيهضر معهم وممكن حتى انه يتلاقى معهم على برا. بالنسبه للاسمر فقلنا الاسمر راه كيبغيك، الحب كاين، واللي عندها هذا الاسمر في البلاد البعيده او اجنبي راه غادي تكون بيناتكم اتصالات كثيره، واللي كتنتظر المجيء ديالو وهو بعيد راه مازال غادي يكون السفر ديالو، يعني كيفكر هو في السفر، واللي هذا الزوج ديالك او الحبيب فراه كانوا دايرين لكم سحر، وهذا السحر راهو خارج، يعني هاد الايام الجايه هاد السحر الا كنتي كديري تشافي فالسحر راهو خرج. وكنقول لكم كاينه مراه اللي هي كبيره في السن غادي تساعدكم من الناحيه الماديه، او كاين البعض فيكم اللي المراه الكبيره في السن غادي تساعدكم في الحياه العاطفيه ديالكم، ممكن تعطيكم نصائح، ممكن تساعد في التقارب بينك وبين الزوج او بينك وبين الحبيب. فكان هذا الفال ديالكم، نتمنى يكون اعجبكم، ان شاء الله دائما تكونوا سعيدة، تهلاو في رواحكم، استغلوا الوقت ديالكم، استمتعوا بالحياة ديالكم، نخليكم على خير، وباي باي.